حذيفة رضي الله عنه يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال واقفا، تنحى يقول فبال واقفا، فدل على أنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة. يعني شوهوا صورة النبي بأمور مكذوبة. يكفي أنه ادخل الكتب السنة يقولون النبي كان يبول واقفا. هاي مال يبول واقفا، هو النبي لو واحد آخر. ياهو اللي كان يبول واقف حزورة، انتم يا اللوقية مالت الشيعة حلوها، روحوا درسوا بالتراث شوفوا هذا اللي كان يبول واقف منه، لأن ما عنده قدرة يقعد ويتبول مثل العالم، عنده خلل. هذا غضب الله عليه. النبي كان يبول واقفا وهو يقول إنما بعثت لأتمم مكارم أدبني ربي فأحسنه.